جون جونز طالع بالتويتر مبسوط على حاله، عم بيحاول في طريقة يرسم صورة انه لازم ليثبت حاله لازم يلعب ضد أليكس بيهيرا. هذا اشي انا بشوف انه جدا غبي لأي واحد بفهم شوية أمامي. أليكس بيهيرا عبارة عن احلى ماتشاب لجون جونز، وبجوز اسهل ماتشاب لجون جونز، وتوم اسبينال زابلينو. انت في عندك عدم فهم لوظيفة المقاتل. وظيفتك فهمان. لو سمحت انت فهمني، يلا شو أشوف. وظيفتك انت كمقاتل؟ لو واحد يبني لجاسي باليو اف سي مثل جون جونز لازم يقاتل. انت جاوبني الف او باء. الف اصعب قتال ممكن يقاتله، او اكبر نجومية، اسهل نزال باكثر فلوس. هاي مش اسطورة اسمها هلا صارت. اسهل نزال باكثر فلوس. انا عم بقول لك لجاسي، ما تقول لي اسكيب لجاسي واسهل لجاسي. سيبك حكي وحكي فايزر، ما هذا اصلا تنتبع الوقت مش صاحي. بس انت حط حالك محله، اروح العب مع توم اسبينال اللي اوكي السوق الاوروبي بيعرفوه، البريطاني كتير بيحبوه، ولا اروح العب مع أليكس بيهيرا اللي هيدلاين ماديسون سكوير جاردن 3 مرات وتلت ارباع العالم مين حتبيع تذاكر اكثر؟ جونز بيهيرا ولا جونز اسبينال؟ جونز بيهيرا، ما فيها اي نقاش. مين اسهل لي؟ اكيد بيهيرا اسهل لي من توم اسبينال. لازم يلعب مع اسبينال. ليش؟ لانه هذا صح، عندك هذا واحد عنده الحزام والثاني عنده الحزام المؤقت، لازم توحده. خلصنا.